اما بقى كل مشاهدينا اللي لسه ما نزلوش، خلينا نستعرض معاكم جوله سريعه في احوال الطقس النهارده. الطقس هيكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ولسه معانا النهارده شبوره مائيه كثيفه ممكن توصل لحد الضباب على الطرق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. ياريت كل الناس اللي خارجة من بيتها بدري تاخد بالها من الطريق وتلتزم بتعليمات المرور. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، والأقل هتكون في كاترين 12 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا نتحول على طول للمرور ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. احنا في القاهرة والناس ابتدت تنزل بالفعل، امتحانات الترم على الأبواب سواء في المدارس أو في بعض الجامعات اللي ابتدت كمان بالفعل، ولغاية ما الامتحانات تنتهي الناس تاخد بالها من ساعات الذروة المرورية الصباحية وتنزل قبل ميعادها بوقت كافي علشان تتجنب الزحام. نشوف مع بعض الطرق في القاهرة عاملة ازاي. هنبتدي مع بعض بطريق الكورنيش للي جاي من المؤسسة، من ميدان المؤسسة هنلاقي طبعا كثافات مرورية متحركة ولغاية ما بنوصل لميدان عبد المنعم رياض. أما بقى طريق الكورنيش اللي جاي من منطقة المعادي وقصر العيني والمتجه للتحرير بيشهد أيضا بعض الكثافات المرورية. لو بصينا على كوبري أكتوبر هنلاقي المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرورية، واللي مكمل أعلى كوبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية ومدينة نصر هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو شفنا بقى حركة السيارات للمتجه في محور صلاح سالم من واخد طريق المرغني ومصر الجديدة هنلاقي سيولة مرورية، ونفس الأمر للي جاي من صلاح سالم لنفق الأزهر ومنطقة الأزهر والجمالية، كل ده احنا شايفين فيه سيولة مرورية، لكن هنلاقي بعض الكثافات المتحركة. نروح الجيزة اللي بتشهد بعض الكثافات المرورية النسبية بسبب طبعا أعمال المشروعات القومية اللي أكيد هتفرق في الزحمة دي على المدى البعيد. احنا عارفين ان في طبعا مترو الأنفاق وده بسببه تم غلق عدد من الشوارع الهامة. هنبتدي مع بعض من محور 26 يوليو الكثافات المرورية المتجهة لبنان هنلاقيها. أما بقى اللي جاي من أكتوبر من خلال الطريق الدائري ياخد باله طبعا من محور صفت اللي بيشهد كثافة مرورية ولغاية إشارة جامعة القاهرة. خلينا نبص على شارع الهرم. احنا عارفين ان شارع الهرم في هذا التوقيت بيبقى دايما فيه كثافات مرورية، وفعلا الكثافات ابتدت تظهر وحتزيد مع مواعيد الذروة بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين لو بصينا لغاية الطلبية، وهنلاقي طبعا كثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة وشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية شارع العشرين. هنشوف كثافات بسيطة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. لو بصينا بقى للي جاي من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعة ياخد باله أن مطلع الدائري لسه مغلق وفاضل حوالي أسبوع كمان في مدة الإغلاق للي بدأت من أسبوعين لتنفيذ أعمال التوسعة وسط تواجد الخدمات المرورية اللي بتسهل كتير جدا على كل الناس اللي بتاخد الطريق الدائري. نشوف بقى محافظة القليوبية، الخريطة مكسوة قدامنا باللون الأخضر معناها إن مفيش كثافات مرورية كبيرة. هنبتدي من الطريق الزراعي القادم للقاهرة هنلاقي سيولة مرورية نسبية، وده بعد الانتهاء من كوبري قلمة اللي حل الأزمة المرورية في المنطقة كلها، لكن هنلاقي طبعا بعض الكثافات البسيطة عند مطلع الدائري، وكمان ممكن نلاقي بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة وكلية الزراعة. أما بقى الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ في حالة من الانتظام المروري والسيولة، لكن طبعا هنلاقي كثافات في نهاية يوم العمل وخصوصا مع نهايات الأسبوع. المتجه للمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري فيه هنلاقي كثافات بسيطة قدام اللي جاي من مناطق المرج ومؤسسة الزكاة ولغاية منزل الطريق الزراعي بسبب أعمال التوسعة، وبيفضل طريق شبرا بنها الحر المتجه لبنها أو لطنطا.
وصلنا أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك لأسوان، ونبتدي من ميدان السادات لطريق كورنيش إنين. إحنا شايفين سيولة مرورية، وإنت ماشي على مدار الطريق أو على طول الشارع مش بنلاقي كثافات مرورية عادة إلا في منطقة الفنادق. بعد التمركز ده بنلاقي الانسيابية الشديدة في الكورنيش إنين، وما بنلاقيش أي كثافات مرورية. اجمالا وقت ذروه لسه ما بقاش دلوقتي، خلينا دلوقتي نرجع لجمانة والشاذلي نبتدي فقراتنا واخبارنا. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا جمانة. بنشكرك يا منى. شكرا شكرا.